عبد الحفيظ اللادقي واحد من الأعتاء يلي عاصروا مسيرة نادي النجمة من تاريخ انطلاقته بالعام 1945 وقفنا حياته بخدمة هالنادي ولاعبينه. ومع انه كان يتغنى كتير بفترة الستينات يلي كانت تحت قيادة المعلم جميل حاسبيني، تسلم عبد اللادقي مسؤولية الإشراف على قطاع الفئات العمرية بفترة التسعينيات وحتى العام 2009. بهالفترة تخرج عدد من أبرز لاعبي النجمة مثل بلال زغلول وجمال الحاج وخالد حمية وعباس عطوي وزكريا شرارة ومحمد غدار وعلي نصر الدين وغيرهم. عاصر عبد اللادي أجيال من اللاعبين والمدربين، لكنه كان يتغنى بشكل خاص بالكابتن عدنان الشرقي ويقول أنه لا يقارن بحدا، وكان عنده بمصاف محمد عبدو، صالح الوحش، وعبد المجيد شتالي والمخلوفي. عبد اللادي يلي كان عميد مشجعين نادي الأهلي المصري بلبنان استسلم للموت بعد صراع طويل ليبقى من خلال بصمات وذكريات لا تنسى.